لعبت تأخير الرواتب دورا بارزا في إرباك القوة الشرائية والحركة التجارية في السوق، وساهم بشكل فعال باختلاق أزمات اجتماعية من حيث تأخر دفع الإيجارات والمستحقات الشهرية من السلف المترتبة في ذمة أغلب الموظفين في الدولة، مع مخاوف في استمرار هذه الحالة. تأخير الرواتب، طبعا تأخير الرواتب مو أثر بس على الموظف، طبعا حتى إحنا أصحاب المحلات أثر علينا تأثير بشكل مو طبيعي. يعني المواطن إذا كان يشتري مثلا حاجة ب2000 أو ب3000 قام يختصر يشتري ب500، وهذا الشيء أثر علينا. إحنا ناس أصحاب إيجار أو عندنا عمال، وذلك يعني أثر علينا تأثير مو طبيعي، أثر على السوق كله. السوق مرتبك، العمل مرتبك. يعني احنا نطالب الدولة تسهيل أو تسريع تسليم الرواتب للموظفين، مو بس للموظفين، يعني مو يعني هو يعم السوق كله، يعم المجتمع كله يستفاد، السوق كله يتحرك. أنا بالنسبة للوضع حاليا يعني وضع كلش تعبان، وضع متأزم بالنسبة لتقييم الرواتب. يعني ما اعرف الدوله ليش تاخير رواتب هاي، ما اعرف. مع العلم يعني ميزانيه، يعني الدوله عتها فلوس، بس ما اعرف ليش السبب هذا. وبالنسبه للوضع حاليا يعني هسه القطاع الخاص انتهى بصوره عامه، اي هسه بالنسبه للمواد الغذائيه يعني حاجه استهلاكيه، فما اعرف. يعني مع العلم المواد الغذائيه استهلاكيه وسوقها واقف. بالضبط. اي هي اثر يعني بالنسبه للايجار، ايجار يعني عنده ايجار صعوبه يدفع ايجاره. اي هسه احنا المحلات يعني صعوبه علينا ندفع ايجارها. اي احتيادي، اي شغل ماكو، اي السوق واقف وسببها الدوله احتيادي. اي تاخير رواتبهم، الوضع تعبان، اوضاع البلد حاليا هسه بحرج. احنا اصحاب المحلات تعرف شغلتنا على الراتب، يعني المواطن الموظف اذا ما استلم راتب يعني وتاخر احنا راح نظل بنا بحرج. يعني التاجر يريد من عندنا تسديد، احنا سحبنا من التاجر، التاجر منين؟ على التصريف، اكيد احنا كل على التصريف. فالموظف اذا ما استلم تاخر راتبه راح تاثر على شغلنا حاليا. يعني هاي ثاني شهر جاي يصير عندنا هاي الحاله، يعني جاي نتاذى محلات، يعني حتى بضاعة ما جاي نقدر نسوق، يعني من وراء هاي الحالة مال شغلات الرواتب مال الموظفين، واحنا شغلنا على الموظف اكثريته. يعني الناس هسه شغلها على الموظف حاليا، اضافة الى البطاقة التموينية. يعني هاي صار هاي السنة خلصت والبطاقة التموينية ما تجي، جاي تجي بس الطحين وبطاقة. يعني الناس هاي اكثر عيشتها على البطاقة، تعرف انت. يعني حاليا الوضع كلش تعبان بالبلد، فلازم يشوفون لنا حل لهاي الازمة. يعني إذا بقى البلد على هاي الحالة راح يسوء للأكثر.